طيب خلصنا خلاص الديزاين، تعال نخش دي الامبلمنتيشن. زي ما قلنا في عندنا 3 ويدجز هيشتغلوا على الاون كليك ليسنر، تعال نشوف ازاي كده. عندنا هنا الاون كليك او سوري هن امبلمنتس الاون كليك ليسنر اللي جاي من اندرويد دوت فيو دوت فيو تك كده، عشان في 2 ها تاني هنتكلم عليها لما ناخد الدايلوج. طيب اوكي، هينقاد الان امبلمنتد ماسود، عرفنا بقى الطرق دي خلاص. مين هما الثلاثة اللي احنا هنروح نعمل لهم نقاد ليسنر عليهم؟ مين هما؟ عندنا اول حاجة الامج باتون، رحنا للامج باتون دوت سيت اون كليك ليسنر، سيت اون كليك ليسنر اوف ذيس. في عندنا التشيك بوكس تشيك دوت سيت اون كليك ليسنر اوف ذيس، وفي عندنا التوجل توجل باتن دوت سيت اون كليك ليسنر سيت اون توجل باتن سوري مسمينينه احنا تي جي باتن تي جي باتن دوت سيت اون كليك ليسنر اوف ذيس. اوكي طيب ازاي بقى دي عقلك كده؟ عندي في ماسود واحده مش مهندس اللي هي اون كليك، واون كليك دي هي هتهندل الثلاثه دول. بتعرف منين يعني؟ افرض عملت كليك على الايمج بوتن، مين يقول ان الفانكشن دي تشتغل لده او لده او لده؟ مين يقول كده؟ الانبوت بارامتر بتاع الفانكشن اون كليك. هنا بقى نبدا نشوف استخدام الانبوت بارامتر. مين ده الانبوت بارامتر ده؟ بيقول مين حصل عليه كليك، ويتش فيو ويتش فيو. احنا عارفين طبعا الويدجتس كلها خارجه او انهيرتد من كلاس كبير اسمه الفيو، بيس كلاس بتاعهم اسمه الفيو. طيب هنا بقى الاون كليك تقول لك انا هشتغل لصالح مين، ويتش انبوت ويتش فيو هو اللي هيشغل الاون كليك دي. عشان كده احنا ممكن نعمل ايدنتيفيكيشن للكليك اللي هيحصل على اي ويدجت من دول من خلال الفيو ده. ازاي يا باشمهندس؟ في حاجه بسيطه خالص ممكن نعمل كده، نقول والله اف لو الريفرنس في ده ايكوال ايكوال ال ده هناخدهم بالترتيب الامج باتن الامج باتن، هنعمل ايه؟ او والله احنا هنروح نقول له مثلا هناخد تكست فيو، تكست فيو بتاعنا دوت سيت تكست سيت تكست، وهنقول له في التكست بتاعه امج باتن كليك امج باتن كليكت. تمام، طب ناخد بقى الستيتمنت دي كده كوبي تفضل ماشيه معانا كنترول سي. طيب بعد كده هنقول له else if else if لو الفي ده لو الفيو ده ايكوال ايكوال مين اللي عليه الدور؟ التشيك بوكس تشيك بوكس. افتكر بقى ان الكليك على التشيك بوكس هنا لازم يترجم لحاجتين، يا اما اون يا اما اوف، يا اما تشيكد يا اما ان تشيكد. احنا هنا بس بنشوف الكليك ان حصل كليك على التشيك بوكس. طب انا جوه الكليك عايز اعرف هو تشيك ولا ان تشيك، دي اجيبها ازاي بقى؟ هنعمل بقى هنا نستد اف كونديشن. بص بقى راجع كلام الكورس الاولاني بتاع الجافا، يعني ايه نستد اف كونديشن؟ يعني هنعمل اف جوه الالس اف دي. يعني اروح هنا خلاص انا حصل كليك على التشيك بوكس، انا عايز بقى اعرف هل التشيك ده حصل له تشيك ولا ان تشيك. بص هنا حالتين جوه الحاله الرئيسيه اللي هي الكليك على التشيك بوكس. يعني اروح اقول له كده اف لو التشيك بوكس ده دوت از تشيكد، في عندنا هنا ماسود مع التشيك بوكس مع از تشيكد، وخلي بالك بص بترن بول يعني ايه. لو الكلام ده ايكوال ايكوال ترو، يعني لو هو فعلا حصل له تشيك صح اتعلم عليه صح يعني. هنا بقى نروح للتكست بتاعنا ونروح نقول له تشيك بوكس او نقول له تشيكد تشيك تشيكد و ايلس ايلس ان تشيكد ايلس ان تشيكد صح كده؟ اوكي تمام. تاني اهو دي حصل إيه؟ لو حصل كليك على الباتون ايمج خلاص كليك على الباتون. طيب لو حصل كليك على التشيك بوكس، كليك على التشيك بوكس معناها حاجه من الاثنين، يا اما انت عملت له انيبل او سوري عملت له تشيك او ان تشيك. فانا هنا دخلت اهو بص بالبلدي دخلت جوه الكونديشن هو حصل عليه كليك فعلا، بقول والله انت حصل انت بقى تشيكد ولا ان تشيكد، انت ترو اتعلم عليك صح ولا لا، وابدا اكتب الكيس بتاعته في التكست فيو. طيب else
خلينا نعملها else if. قلنا برضو في الكورس الاولاني مفيش مشاكل else if else if. اوكي else if مين بقى التالت اللي معانا؟ التوجل باتن بقى اللي هو التي جي باتن. لو ال v equal طبعا الكلام ده اللي هو الايمو بارامتر بتاع الاون كليك equal equal. اوكي عظيم. هنعمل ايه بقى لو هو التوجل باتن؟ بص برضو التوجل باتن ليه حالتين، يا اما تكست اون يا اما تكست اوف، صح كده؟ عشان اعرف انهي تكست فيهم اللي شغاله. اوكي فاللي هو هيبقى شويه شبه التكست بوكس. يعني نروح نقول له ايه بقى؟ نروح نقول له برضه نستد اف كونديشن اف ايه بقى؟ لو التي جي باتن دوت دوت از تشيكد ايكوال ايكوال ترو. على فكره لو سبناها بس كده من غير ايكوال ايكوال ترو، يعني كده كده هتترجم انها ايكوال ايكوال ترو ده بوليان. اوكي كده يترجم وحصلت الكونديشن ان هو ترو من غير ما تكتب ايكوال ايكوال ترو. طبعا ناس عارف ناس شاطره وفاهمه الكلام ده. else معناها ان هو اوف. هنروح نقول له ايه؟ صح كده. تعالى ناخد برضو هنا الموضوع بيست. هنروح نقول له نكتب جوه التكست فيو بتاعنا، هنكتب اون او توجل اون. توجل اون. اوكي ممكن ناخد دي كده كوبي ونيجي هنا نقول له توجل اوف. عرفت ازاي الاون كليك ممكن تهندل جواها اكتر من فيو، اكتر من ويدجت، او عن طريق الايمبو بارامتر ده؟ هو ده المهم، هو ده اللي انا عايز اشرحه لك. خلي بالك انا كنت ممكن اعمل انونيمس انر كلاس، يعني كل واحد يشتغل مع نفسه، بس انا حبيت اعمل الموضوع ده عشان خاطر حضرتك تكتسب معلومه جديده. ازاي ميثود واحده هتقدر زي اون كليك واحده تهندل ثلاثه ويدجتس؟ ازاي في ايمبو بارامتر هنا مهم قوي؟ هو الفيو، انهي فيو اللي حصل عليه كليك؟ تمام؟ طيب نيجي كده خلاص خلصنا، فاضل عندنا الراديو جروب بقى. الراديو جروب بتاعنا ده ليه بقى هنا انترفيس تاني، ليسنر تاني. ايه هو بقى؟ ايه الانترفيس التاني ده؟ اسمه اون تشيك، اون تشيك تشينج ليسنر. نتاكد بس، بص اللي هو خباب فيه اتنين، هنتاكد جاي من اندرويد دوت ويدجت دوت راديو جروب اهو. اوكي هو ده اللي اختاره. طبعا احنا ممكن امبلمنت مور ذان وان انترفيس زي ما قلنا برضو في كورس بتاع الجافا. طيب اوكي هنيجي هنا نأد ان امبلمنتد ميثود، حط الميثود بتاع الانترفيس ده. او سونس قبل ما تروح بس وتنسى نفسك كده، تعالى هنا وحط ليسنر على الراديو جروب، كلام برضو اللي احنا قلناه في الكورس بتاع الجافا. فهنروح نعمل ايه دلوقتي؟ هنروح على الراديو جروب بتاعنا اللي هو ار جي، هنقول له دوت سيت اون تشيك تشينجد ليسنر اوف ذيس. عظيم سيمي كولن. تمام نروح للميثود. خلاص بقى كده الريدي جروب لما يشتغل. بص بقى الميثود دي مهم، يهمني قوي انك تعرف الايمبو بارامترز بتاعت الميثودز بتاع الايفنت هاندلنج. هنا في ريدي جروب ايمبو بارامتر اللي هو ويتش ريدي جروب، مين التشيك تشينج على انهي جروب. افرض ان الاكتيفيتي فيها خمسه سته ريدي جروب، اعرف منين ان انت بتكلم ريدي جروب ده ولا ده ولا ده؟ ريدي جروب مش ريدي باتن. طيب بص بقى هنا الايمبو بارامتر التاني جميل قوي، تشيك ذا اي دي انتجر. عارف مين ده؟ ده الراديو باتن. انهي راديو باتن اللي حصل عليه تشيك؟ طب ازاي؟ مش هنصورينها كده؟ مش انا جوه راديو جروب اهو. طب هعمل ايه بقى؟ مش ده انتجر الانبوت ده انتجر. بص انا هعمل ايه؟ هعمل سويتش كيس، سويتش، هعمل سويتشنج على التشيك اي دي ده، على التشيك اي دي ده. اوكي ونعمل بقى الكيسز بتاعتنا. كيس بقى ان هو مين؟ كيس ان هو ار دوت اي دي دوت ار بي 1 راديو باتن 1. عرفت بقى، فهمت مين الانتجر ده؟ عرفت مين ده؟ ده الريفرنس، او هو ده الهكسا ديسمال ريفرنس بتاع الراديو باتونز اللي جوه الراديو جروب. طبعا عندي الراديو جروب واحد هنا، فانا شغال على طول ما عملتش ريفرنس للراديو جروب. انا عندي واحد بس هو جوه الاكتيفيتي لو في ثلاثه راديو باتون. فانا هنا بريفير لمين بقى؟ الراديو باتون اللي حصل عليه تشيك تشينجد اللي اتغير، بيجي لنا هنا في التشيكت اي دي ده. فانا هعمل سويتشنج على التشيكت اي دي ده. كيس ان هو راديو باتن 1، فهروح برضو كنترول في سيت تكست على التكست بتاعي التكست فيو واقول له راديو بان راديو 1 راديو راديو 1. تعالى ناخد دي كوبي معانا برضو، وبعد كده ما ننساش طبعا بريك. اوكي كل الكلام ده طبعا اتكلمنا عليه في الجافا كورس. كيس ار دوت id.rp2 هنعمل ايه؟ بيست نقول له
ريدي 2 هو اللي حصل له سيلكشن وبريك، ثم كيس ان هو ار، ان هو ار دوت اي دي دوت ار بي ار دوت اي دي دوت ار بي 3. ساعتها هنعمل ايه بقى؟ برضه نفس الكلام، radio 3 هو اللي حصل له selection و break. محتاج اشوف هنا الديفولت بتاع، لا مش محتاج ديفولت بتاع سويتش كيس. خلاص اوكي انا كده خلصت. طب تعال نجرب اشوف اللي انت قلته ده شغال ولا مش شغال، الويدجتس دي كلها والابلكيشن الظريف ده اللي احنا برضه سنه سنه كده بنحاول نحسسك ان المواضيع بسيطه مش محتاجه. تعالى كده نران الكلام ده على الاندرويد ابلكيشن والجينيوشن بتاعنا مفتوح اهو. اوكي المفروض ان اي اكشن يحصل على اي ويدجت هيكتب الاكشن ده جوه التكست فيو على حسب ما احنا قلنا له في الكلاس بتاعنا. اوكي ده المونيتورنج بتاع الكات ماشي. اوكي طيب ده الايمج باتن، كنا غيرنا الصوره بتاعته اهي. بص ايمج باتن كده حصل كليك تمام. هو انا برضو في الكود اهي اما اديوس على الايمج باتن يكتب ايمج باتن كليكت. طبعا هنا الكلمه كبيره شويه فما ظهرتش بقيتها يعني في ممكن نكبر السايز شويه بتاع الايديت تكست مش كده ما ظهرتش. طب تشيك تشيكت تمام، ان تشيكت تشيكت ان تشيكت تمام كده شغالين كويس. طب تعال نروح بقى للراديو جروب، راديو 1 صح، راديو 2 صح، راديو 1 بص اللي بعمله سيلكشن هو اللي بيتكتب تمام. تعال نشوف التوجل باتن، توجل اون توجل اوف اون اوف اون اوف. عظيم انت كده بدأت مش هقول لك اضحك عليك بس بدأت اوريك فعلا الدنيا بسيطه. بص انا سحبتك كده وعملنا حاجه يمكن شويه ادفانسد سنه بسيطه بس انت الموضوع ملموم سهل ما فيهوش مشكله، اوعى تخاف كمل وان شاء الله تكون حد كويس قوي في الاندرويد باذن الله.